السلام عليكم، سمير مهيدين رئيس جمعية الوفاق الملاكي ومستغلي وسائقي سيارة أجرة الصنف الثاني. احنا بأسفي احنا جينا اليوم تنديروا هذه الوقفة تنديدا لهذا العمل الإجرامي اللي صاب هاد السائحتين البريئتين. احنا كنضامنوا معاهم تضامنا تام لهذا الشيء، تيهمنا حنايا وهذا الشيء اللي يمسهم راه يقدر يمسنا حتى حنايا، وكنستنكروا هذا العمل الإجرامي. وحنايا اليوم متكتلين وحنا معاهم وشكرا. اخوان السلام عليكم، نحن انسان السائقين المهنيين باسم جمعيه الوفاق. هاد الناس كنستنكروا هاد العمليات اللي كيداروا لينا ديال لا للارهاب. حنا ما عندناش الارهاب في المغرب، حنا كنحبوا بلادنا وكنحبوا المغرب ديالنا وكنبغوا المغرب وكنبغوا حنا ورا الجنود مجندين ورا جلاله الملك محمد السادس نصر الله. هادشي كنستنكروه، جميع الاخوان جميع السكينات مدينه أسفي كتستنكر هادشي. لا للارهاب، لانهم اخواننا هذوك جايين كيفوجوا، ما عليهم ما بيهم. الانسان جاي كيفوج وخاسر فلوسه وجاي بفلوس للمغرب وجاي مفوج، وصدق واحد الانسان كيقول لك هذا راه كافر؟ لاكم دينكم ولي ديني. كل واحد له الديانه ديالو، كل واحد يحترم القدوسات ديالو، كل واحد يشد بلا حداده له. ولهذا كنستنكروا هذا الشيء، وهذوك الناس اللي داروا هذاك الشيء راه اجرام، هذاك راه اجرام، حاشا ولله. واش المغاربه كيديروا الاجرام؟ هذوك خاصهم واحد العذاب قاسي، خاصهم يتعذبوا. اللي دار شي اجرام يتعذب امام الملا باش ما يعاودش الاخر يعاود يديرها، خاصهم يتعذبوا امام الملا، خاصهم يتعذبوا واقصى عقوبه وتعذبوا مزيان. وشكرا. شكرا.